السلام عليكم، صباح الخير. كصبحتوا لاباس؟ كل شيء بخير. اليوم جبت لكم واحد الوصفه ديال الان ديتوكس، تشربوه على الريق الصباح. مهم كيرقي الذات، كيحاول يهبط في الوزن، وتحيد السموم، كيخلي البشره نقيه وزوينه. مهم تتصفى الذات كلها وصحي. انا هذا تنشربو على الريق، وكنبقى بيه النهار تقريبا الصباح كله، ما كناكل حتى شي حاجه حتى الغدا. الحمد لله تنحس براسي مزيان، خفيفه، الوجه لابو تتبدل. يلا نبقاو مع الوصفه. اذا تنحتاجو سكنجبير طري، كيوي، خيار حامض، العصير ديالو، والماء. انا درت تقريبا فوت من سيطرة الماء، هذا غادي نشربو كله في الصباح. يلا على بركة الله. ها هو البنات، شكلو تيجي هكا زوين بزاف وصحي، صحي 100%. انا منين بديت كنشربو هادي دابا شي شهر ونص، وانا كنحس براسي الحمد لله بخير وعلى خير. ما كنحس لا بجوع لا بسخفة لا حتى شي حاجة. المهم جربوه واكيد غادي يعجبكم. بصحة وراحة.